وعلى كلمة أكيد في غلط. أي كلمة بتقولها بتتسجل ضدك بالتحقيق. يا جماعة أكيد في غلط. لا ما في. شكرا كابتن، شكرا حكيم. امشي معك امشي. وين ساكنة بالشام؟ بالمهاجرين. المهاجرين؟ ايه. وهي جدة؟ بالعشرة. ايه ما في بالمهاجرين جدة عشرة. يمكن التاسعة خربطت انا. ولا تاسعة. بهي اللي عطلع على اليمين عرفتها؟ قصدك التالتة؟ ايوه هي هي. طيب عم نزلكم وانا تذكرت شغلة معلش. على السلامة. وهي لقيتي لك رفيقة انا بقى تنقي علي. يلا عن اذنكم انا كمان عندي شغلة. مع السلامة. بتعرفي شو؟ حلو كتير البحر. ايه كتير حلو البحر بس في احلى منه. قصدي شو رأيك نتمشى شوي؟ يلا امشي. شو القصة؟ كيف تفهم شو القصة هاي؟ شو القصة؟ شو يعني محبوسين؟ نحن محبوسين؟ والله العظيم مشكلة. لا تؤاخذونا بس هاي بنسميها إجراءات أمنية. باشو؟ عاد بسيطة. أنا بورجيكم وقت نوصل على سوريا. أنا بورجيكم. بعد ليك. بعد ليك بعد ليك. صار يطلع صوته للشباب. بسيطة. هيا يا جماعة خلص الوقت ونحن محاسين. ما يحب. وهلأ وين رايحين؟ عايزين نروح الغرفة بتاعتنا. عايزين نرتاح شوي. لا ما بيصير الواحد ياكل وينام، لازم نتمشى. امشوا امشوا نتمشى. انا حروح الغرفة بتاعتنا ولا يهمك يا زوبة. يلا بالاذن يا جماعة. اذنك معاك.
مو غريب اختك شلون استغنت عن مرافقتنا؟ ابيكم بدي اتعلم منك كم حركه جلا جلا. يلا سيدي منيح خلصنا منها ولقيت رفيقه الها. هلا نطلع على الاوضه لعنا ولا نروح على الكافتيريا؟ لا نروح على الكافتيريا. لك وين وين؟ نعم ممنوع الدخول. شو هالحكي؟ اوامر الكابتن. لك فهمنا الكابتن فرض علي وجه واحدة بالنهار، قلنا ماشي حال، بس انه يمنعني من اني اساور عملي انا برفض. شو عم يسوي عندك؟ من السؤال؟ إلك يا سيد مساعد الكابتن، عن اذنك. اسف معلم، كابتن السفينة ماني حد يطلع عنده. بس هي التعليمات ما بتنطبع علي، انا مسؤول الامن السفينة. صدقني يا معلم، الكابتن ماني مسؤول الامن السفينة ومساعده. وعم بسألني ليش واقف عندك؟ انت ليش واقف عندك؟ نعم. شو عم بصير على ظهر السفينة؟ واضحة، معناها الكابتن احط لك. يا عمل، معناتها احط لي كمان، نحن الاثنين محاطين. ما راح افتح تمي وجاوبك الا قدام الانسة نادية. وشو دخل الانسة نادية بشريكتك؟ ولك لا تكون شريكتك. ما راح اجاوبك، اتصل فيها خلي يتي بساعتها بقول لك، حاشف تلفي دوختني. معقولة تكون الانسة نادية محامية لحتى مصر ما يحكي ولا كلمة الا قدامها؟ بلشت الواسطات. بس انا ما راح ارد على التليفونات، بدي اطبق القانون على اصوله. سين، شو قصته الكابتن ما عم برد على التليفون ومانع اي حدا انه يحكي معه؟ شو بهار لسه على الموعد ساعتين. الو، اهلين كابتن. ضروري وهلا؟ اي بس انا يا توبني طالعه من الحمام. طيب طيب جايه فورا. اهلين. خايفه يعزمني على العشاء يقوم يروح علي الموضوع اللي صار لي عم اشتغل فيه 10 ايام. دباره عندي. بونجور. بونجور. اهلين اهلين بالحلوين. على علمك ليش الكابتن زعلان منا؟ الكابتن ما بيزعل من حدا وخاصه الحلوين. بس ليش السؤال؟ ليش هالسؤال؟ لانه اولا ما عم برد على التليفون، وثانيا منع اي حدا يطلع لعنده. معناتها هذا القرار مطبع على الكل. شو قصدك؟ قصده الكابتن يمكن صاير معه اكتئاب. لما بكتئب الكابتن بتعرفوا شو بيساوي؟ شو؟ بيعط. ايه؟ بيعط؟ روحوا كملوا قهوتكم وانا بعد شوي بيجي بشرح لكم. روحوا. وبعدين؟ عن جد عم تحكي؟ لك طبعا عن جد عم بحكي، ما بتتخيلي قديش متعذب مشانك. شو رايك احكي معه مشان يجي يقابلك؟ ايه بس بركي عمي وامي شافوه ويشوفوا شو يعني. بقول لهم اخي شو رايك؟ ماشي يلا امشي. لك يا سلام عليك يا زوبا انت وجوزك. لك يا ريتني من زمان تعرفت عليك وكنت صرت وين وين. ايدك بقى على 15 دولار. دولار؟ ما بيصير يعني 15 جنيه؟ اي حاجه، المهم اديني فلوس. يا ويلي منكم انتوا تبع القلقله، ما بيهمكم غير تبلعوا بهالمصاري وتحطوا ببطنكم. دروش دروش دروش. لك ديري؟ لا أنا صديري. مرحبا. أهلين، شو أنت نازل هون؟ عفوا من حضرتك الأنسة نادية؟ وبتعرف اسمي كمان؟ وهل يخفى القمر؟ بالإذن. العمى منين بيعرفني هاد؟ إيه بعمري ما قابلته. يي تأخرت على الكابتن. يسلم ايديكي، شكرا. بتعرفي هي أول مرة بتعب بها الرحلة. ليكون بتتأثر من دوار البحر؟ لا لا لا، دوار البحر ما له علاقة. الحقيقة أنا ما ارتحت لرفقة لينا، لهي البنت اللي تعرفتوا عليها.
مين قصدك؟ حسيبة؟ ايه حسيبة، لا حبيتها ولا ارتحت لها. انا قلت لحالي والله بتفرح انه لينا لقيت لها رفيقة تلهيها عنا. يا ستي يعني اني ما فرحت وفرحت، بس لاقي لها وحدة تكون من قدها، من عمرها، من حجمها. هلا منين بدي لاقي لك وحدة عمرها من عمر لينا؟ ام لينا اللي بدور ملاقي. هلا ايه من هالسيرة؟ ايه شو كنت عم تقلي هلا بشوي؟ شوفي يا ستي. مرحبا كابتن. اهلا اهلا، هلا سناديا. خير يا ستي. ادهم افندي لقينا كل المسروقات هاي بغرفته. ادهم؟ مو معقول، ايه مو مبين عليه انه يا بتحت السواهي دواهي. طيب بركي حدا من الحراميه اخذ هالاغراض وحاططهم بغرفته، ايه بتصير. شوفي يا انسه ناديه، لا تحاولي تبرئي ساحته، التهمه لابسته من فرقه لقدمه. طيب والعمل؟ مع اني متاكده من براءته. هلا بتسمع اعترافاته باذني. تفضل يا لي. ايه ادهم افندي، ايه حققت لك رغبتك واستدعيت الانسه ناديه واجت مشكوره. قل لي لشوف، وين قضيت ليلة امبارح؟ حدد الساعة الله يخليك. وين كنت الساعة 8 وقت الحفلة بالذات؟ بغرفة الآنسة نادية. يا آنسة نادية، صح اللي عم يقوله الأستاذ أدهم؟ ايه صح، الساعة 8 وقت الحفلة كان بغرفتي. ماشي، لشوف آخرتها معك. طيب لأنه ساعة ضليت سهران عندها؟ هذا الشيء اللي ما بعرف إلك يا اسأل الآنسة نادية، لأمتى ضليت سهران عندها؟ لأنه ساعة ضل سهران عندك؟ الحقيقة يعني لوقت متأخر. ايه تذكرت، ضل عندي لوش الصبح. شوفي آنسة نادية، إذا بدك تضلي تتعاطفي معه وتساري بهالحالة هي رح أعتبرك متورطة معه. متورطة؟ متورطة بشو؟ بالسرقة. بشو يعني؟ ايه نيالون، اصعب شغلة الواحد يشوف شغلة بيشتهيها وما يقدر يعملها. هطقني انا وحظ الزفت. الله يسامحك يا سعد، الله يسامحك. وقفل باب الغرفة. جمعة جمعتين ثلاثة ما حدا حس، وما أنا حسيت كانت الخربة الدنيا. وهديك الساعة اكتشفت إنه هيدا الرجل عنده اكتئاب نفسي. وبعدين؟ بعدين يعني أنا ما بريد دم على حدا ولا بريد استغيب حدا، بس لكن هذا الرجل لما بيجي الاكتئاب النفسي يا لطيف يا لطيف ما مين شاف يعني، بس هيك مرة تشوفوه مكتئب نفسيا شوفوا شو بيصير. يعني صار لك ساعة عم تحكي عنه، عن تصرفاته وعن جنونه، ما بتحب تستغيب حدا؟ لا هذا نحن نسميه شرح وضع شرحات. شرح عزك الشرحات. شو عيبه بالجد شرحات مطفيه مرحوم مكتوب؟ أمر. لا ما في شيء، بس بدنا جد شرح، قصدي بدنا صدر شرحات مطفيه مرحوم مكتوب لو سمحت. آسف عندي أوامر. هاي الأوامر صارت قديمة، ما بتعرف الأوامر الجديدة اللي صدرت؟ بس تبلغونا الأوامر الجديدة بنلغي الأوامر القديمة. طب روح 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 أحيط الله وقت نفكر شو بدنا نطلب غير شي. روح روح. كابتن ممكن نعرف شو هي الأوامر الجديدة؟ معك حق أنسى تسألي السؤال، لحظة بس. هلا ما رح نرتاح من طلباتك عمر. قول الأنسة شو هي القرارات الجديدة اللي اتخذها الكابتن. انت يا كابتن مانك من اليوم بالصنعة، بتعرف انه الاوامر عادة بتكون سرية. ما في حدا غريب، اهلية بمحلية، قول ما في حرج، قول. الاوامر بتقول انه ممنوع نسأل اي طلب لمساعد الكابتن. صرف، الله معك. يعني شفتوا؟ شفتوا سمعتوا؟ انه في انسان بالعالم بيتخذ قرارات الا ما يكون مجنون او مكتئب نفسيا. هاي التقارير. لك اسعي شلون راحت عن بالي؟ تفضل، هذا تقرير مسؤول الامن انه ادهم كان نايم بوط الغسيل،
وهي تقرير من الدكتور عصمت انه مساعده كان متسمم وكانوا نايمين بنفس الغرفه. بقى شلون بتتهم لي يا لادهم افندي؟ روحي الله يكتر من امثالك يا ناديه يا بنت مدحت باشا يا رب. اها وبيعرف اسمك الثلاثي كمان. هذا تاكيد عفوي من السيد ادهم انه كنا سهرانين سوا وكنا عم نحكي بامور عائليه. ايوه عن ذكر لحظه. شلوني معك؟ نكهاتي هالايدين. شرف شرف. أستاذ أدهم. وشو بفيد الأسف بهيك مواقف يا كابتن؟ معلش دهومتي حصل خير، زرع بدقني هالمرة. تكرم عيونك منشان دقنك وعيونك رح أزرعها. بس معي يا كابتن، بعد هالفشل الزريع يلي فشلته أثناء التحقيق بنصحك نصيحة أخوية إنك تقدم استقالتك وتشوف شغل غير هالشغلة. تفضلي نادية. تفضل حبيبي. غير شغلتي فيها وجهة نظر. طيب تحكي من التليفون. عم اقول لك ماما قاعده فوق راسي مثل الراقوه. طب ما بتملي انت وياها من القعده لحالكم بالغرفه؟ شو بمل قول بطق. بس شو بدي ساوي هلا وقت بتكوني انت وامك لحالكم بالغرفه؟ شو بتحكوا؟ على نفس الاسطوانه. شو رايك اذا تزوجتوا لسليم بيحكوا علي العالم؟ سليم؟ انت شو عم تقولي؟ شبك نحمات وحمر وشك؟ لا ما في شيء. طيب شو بتحكوا كمان؟ بنحكي كتير. شو؟ بتعرف سومر؟ عمي سليم اكبر تاجر بهالبلد وعنده مصاري ما بتاكلها النيران. بعدين امي من حقها تعرف عنه اي شيء. طيب ما قالكن انه عنده اولاد؟ بلا، بس قال مسافرين بامريكا. بامريكا؟ ايه. طب كم ولد قال عنده؟ قال عنده بنتين، بنت عم تدرس طب وبنت عم تدرس بجامعة بيروت العربية. الحقوني. نعم في سرقة تانية صايرة بالباخرة أخي. لا هو الحقيقة أنا جاي مشان أقدم اعتذاري للمرة التانية. خير يا أنسة، شو القصة؟ قصة شو؟ هذا الكابتن ليش لاحق أدهم ونادية؟ مالي فهمان. بده يعتذر منهم عن سوء التفاهم يلي صار مع أدهم. أيوه شكرا شكرا. برجع أكرر اعتذاري يا سيد أدهم، تعرف يعني سوء تقدير من مسؤول الأمن بالسفينة. ماشي الحال. يلا أدهمتي فوت ارتاح شوي وما تنسى موعدنا. ها ولي على أمتي إذا بدي أنسى. على شو اتفقتوا؟ على موعد. عندك مانع؟ ايه عندي. قصدي لا يعني هو أنا الحقيقة عازمكن على سهرة حلوة، يعني سهرة صلحة بيني وبين أدهم. أوكي إذا خلصنا موعدنا على بكير منشوف. يعني رح نسمع أخبار حلوة؟ من هون لآخر الرحلة إلا ما تسمع أخبار أحلى ما بتتصور. سمعت شو قالت له للكابتن؟ اللي قالت له يا إله معاني مثيرة متناقضة. شو يعني مثل ايه؟ هلا ما راح اخبرك، امشي لحتى نروح عند ادهم نسلم عليه ونفهم منه شو القصة. ايه بس لازم نحكي معه بالتليفون بالاول. ايه يلا امشي امشي. هاي ملينا. هاي كيفك حسيبة؟ تمام استنونا جايين لعندكم. شفت؟ شعك ظلمتها لحسيبة، هي وياها عم يتسلوا. فعلا ظلمتها. هلا.
شو شايفتك نسيتي الماما حسيبة؟ الحقيقة ما حسيت بطعم الرحلة إلا هلا. تسلمي لي يا لينا، معي حتضلي دائما مبسوطة ومرتاحة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يلا بالإذن. مع السلامة، إذنكم معكم. أهلين. الحمد لله نفدت. ايه والله. ليه بعت لك حمى ان شاء الله؟ ليه؟ تأخرت على دوامي. طب وقفي بس لأشكرك. ليه؟ ليه؟ وليه عرقتني ان شاء الله؟ حسيبة في سوء تفاهم حسيبة، طولي بالك. تعرف على البنت؟ انا لا، انا كنت بعرفه. كن واقفين هوني مسكين ايدين بعض ونعم يطلعوا على البحر. شفتها؟ انا عم اقول هيك تيجي نعمل مثلهم ضروري. بس انا قلت لك انا من زمان قبل تشوفيهم انه تعي نعمل مثلهم. انت ما رديتي. ايه هلا رديت. شو هالحكي؟ اكيد قولي. يلا لحقني. واحد اثنين ثلاثه. العمى شو هاد؟ بدها تركضني؟ حقيره بس بحبها ولك بموت فيها. ولي يا حسرتي عليكي يا سوزي. قال شو؟ انبسطتي انه بدك تروحي تساوي شهر عسل بالبحر منشان تشوفي البحر والناس؟ قام لا شفتي بحر ولا شفتي ناس. خلاص سوزي، اي والله حفظت على الاسطوانة. حبيبتي شو رأيك بأكلة سمك؟ يعني سمكة حرة من اللي بحبها قلبك. مثل ما بدك. ايه ها؟ متر لو سمحت ديموزيل، ممكن زول متر؟ المتر ما أنا موجود، أنا مديرة العلاقات العامة بداله هون هلا. ديموزيل، إيش في أنواع هيك سمك هيك على زوك؟ فيش في أنواع كتير منيحة وجيدة. هيك أنت على زوك هيك تطلب سمكة حلوة هيك زريفة؟ هي تكرم عينك. شوف تحبوا تشربوا؟ لبن إيرانا. لا لبن إيران إيران و. وكوكتيل حليب مع موز لو سمعتي. تكرم عينك. شكرا ديموزيل. كنتي فضحتيني. اجاي على بالي لبن عيران، شو بعمل يعني؟ لا شو عم تسوي عندك؟ انا اقول لك كنت عم وصل طلب يا سيدي. وليش مسكر الباب وانت عم تحط الطلب جوا؟ الحقيقة يعني أنا شو بنا كابتن؟ هلأ كنا عم نقول إن الواحد لازم يعد للعشرة قبل ما يشك بحدا أو يتهم حدا. شكرا لملاحظتك السريعة يا أنيسة. يلا نشوف شباك. يلا مثل ما اتفقنا يا أنيسة، يعني اختصري لقائك مع أدهم مشان تحضري الحفلة. أوكي دعيلي. مهولة. باي. عيد بالله شو قلت؟ اخس. قال ما بده يشوف وشنا. قال يا سيدي هذا اكيد الكابتن قرار اعترافاتنا بحق ادهم. نحن ما قلنا الا الحقيقة. ما بتعرف انه الحقيقة احيانا بتجرح؟ ما تجرح. قوم لقلك قوم. واعلى ما بخيله يركبوا. طيب نحن لازم نعرف شو صار. ما بيهمنا هالشي يا اخي، اساسا ما عملنا شي، ما حكينا شي نحن. يا حميد هالساعتين تحقق معنا فيها يا حميد، وساعه السجن اللي راح ننساها طول حياتي. ننساها سيدي ننساها. قوم لقلك قوم. اهلين. اهلين حبيبتي. صار له زمان هالقمر ما بان. تسلمي لك يا سلام على الحكي الحلو والاخلاق الحلوه والتربايه. مو مثل هي لزمك اللي حاويه اخي.
طمنيني عن صحتك. صحتي والحمد لله والحمد لله. بوم 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 بوم. وإن شاء الله الأجواء ما فيها تعكير. الله إذا بقول لك إنه الأجواء ما فيها تعكير أقول عم بكذب عليكي. مشان هيك أنا جاية بدي أسألك. تعالي لأقول لك بأنو غرفة صاروا؟ منال. شو كابتن؟ شفتي لي مدير المطاعم؟ لا اليوم ما شفته أبدا. حلو. وهدول الزباين مين دخلون؟ ليش ما بتتقيدوا بمواعيد فتح المطعم؟ كابتن بس هدول دخلوا على اسمك. على اسمي انا؟ ايه وقالوا انه نازلين بالجناح الرئاسي. ايه 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 ذكرت صار لي زمان ما شفتهم. رايي شوفهم. شوف شغلك انت. ماشي. شو حسني شايفك لحالك؟ وين مرتك لك؟ ما انا جاي بدور عليها. طمني لشوف شو اخبار الشغل؟ شغل؟ شغلي اللي بتتكلم عليه انت؟ ايه حسنين مالك انت؟ شو نسيت شو حاطط عندي بالمستودع؟ الاغراض اللي بتعمله. قصدك المانجا. الله في غير المانجا اللي بتشتغلها انت ومرتك؟ ما يخلاش الامر. مثل شو يعني؟ هو في اربح من تجاره المانجا يا سي حسنين. القلا قلا. عليك شو بتحب الهزار قلا قلا. بالإذن يا متر عشان أشوف زوبة. مع السلامة. على فكرة يا حسنين أنا بدي أخبرك إذا سمعت شي عن القلا قلا. مع السلامة قلا قلا. الله عليك يا كابتن. ماشي يا كابتن. حدا بيصير متبحر كل نفه ولا احلى من الثاني. كابتن تليفون ضروري لك. تليفوني لي؟ ايه. معه؟ انا زبون. اذنك معك كابتن. الو. ايه. معقول؟ انت متاكد من اللي عم تحكيه؟ معقول أبي كذاب لهالدرجة وأنا ابنه ما بعرف هالشي؟ وإذا صحيح صار مثل ما قالت لينا وتجوزوا أنا شو بدي أكون موقفي من لينا؟ لا لازم وقف الجوازة ولا وقف حساب عاطفتي. ألو مرحبا سمار، ممكن تعملي لي نداء باسم أمال؟ ما شكرا. شكرا لك. يستر على عرضك دكتور وتعصبني. ها بإيش بتريد أحلف لك لحتى تصدقني؟ هلا لا تحلف لي ولا بحلف لك. النتائج السريرية والتحليلية أثبتت بأنه حالة تسمم. إيه حتمك في غلط. يعني أنت جناب حضرتك سألته شو كانوا أكلين قبل ما يأكلوا السمك؟ صحيح نسيت أسألهم. شو الدكتورات بيتبنى أنا تبلي. ها استاذ اسعد قبل ما تطلبوا السمك شو كنتوا اكلين وشربانين؟ دكتور اجى الجرسون واصر انه شربنا شيء قبل ما ناكل. انا طلبنا عصير طبيعي فريش يا دكتور. دخيلكم. اظن شربنا كوكتيل فواكه مع الحليب يا دكتور. دكتور تذكرت كنا كمان شربانين كاستين لبن هيران قبل. دخيلكم. اه يا امي. شو دكتور؟ يعني انت حضرتك ما بتصدق لحتى تسمع بإذنك وتشوف بعينك؟ لك انا ما بصلح بس مدير اطعام، بصلح لحتى اكون مدير صحة. تشاو. انا بعتذر. معناتها طلع برا لحوالة حالة الطوارئ اللي سويناها. ليش نعمل مهمنا حال الطوارئ مشان نتأكد من جاهزية اجهزة المنقار؟ ليش الكابتن ما قال لك الشطاء؟ الكابتن؟ الكابتن هون بيصطى بس. بس انا نسيت يعني مو بتعرف انه مزكتي. امشي امشي هلا لنعتذر من ادهم قبل ما يعمل لنا شيء قصه وراجع على البلد. حكي مدريد انه منصبه رفيع بالدوله. شو هالحكي له؟ شو شغلته؟ عم بيقولوا مدير عام كبير كثير. ايه بس في اكبر يعني شو بدك هالحكي؟ هلا امشي امشي وخلصني شر الحاني. Thank you.
تحت معك. لك هي متأكد. طيب أنا غرفة. تعي معي. امشي. طيب جرب أشوف. يا ستي حاولت 100 محاولة وما فتح. هات لشوف الطفاشة. روح شوف للطريق. لا حسوا لها أنس. وين اختفوا الأغراض؟ شو بيعرفني؟ تعي ندور تحت التخت. العمى وين راحوا؟ هدول الصغار يا عم ياكلوا يا عم يشربوا مشان هيك ساكتين. معناتها جينا بالوقت المناسب. لحظة لحظة حتى رتب حالي. لحظة شرف استاذ ادهم. يا استاذ ادهم. سيد ادهم. يا سيد ادهم. امر شو الكابتن غير رايه؟ أنا مساعد الكابتن جينا بأنفسنا لحتى نعتذر عن التهمة الباطلة يلي وجهنا لك يا. إيه شكراً. وأنا بقدم اعتذاري باسمي وباسم طاقم بحارة السفينة أستاذ أدهم. وغيره؟ لا لا أبداً أبداً ما في شيء بس إذا مسؤول أمن حاب يحكي لك شيء أنا ما عندي مانع. تفضل. لا 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 ما في شيء. نحن فقط جايين نقول لك آسفين على الإزعاج. يلا الله معكم. مسكين شو متأثر بالتهمة اللي اتهموا اياها. بس التهمة كانت لابسته لبس بس مدري مين اتصل فيه. انا حكيت مع سمر وقالت لي انه الكابتن كان مع نادية. ايه هيك قالت. بتعرف شو الكابتن فرط التهمة فرط مشان وحدة بنت. معناتها حكي مزبوط لما قلت لكم انه التهمة لابسته لبس. تعرف الكابتن مستعد يغرق السفينة مشان كم بنت. اسألني الي انا اللي بعرفه. حقير. ولي حرامي 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 مصيبة يا أمال مصيبة. شو ما زبط الفيلم مع لينا؟ لينا شلتها من بالي. في شيء أهم من لينا بكتير. لك يا أخي فوت بالموضوع دغري. أبي بده يتجوز أم لينا. شو عم بتقول؟ مثل ما عم بقول لك. ومين اللي قال لك؟ لينا. وهيك بكل جراءة بتقول لك إنه أبوك بده يتجوز أمها؟ طب شو بكي؟ شو بكي يا أمال؟ لينا ما بتعرف إنه أنا ابن سليم. هي تذكرت. مو انت مكذب عليها وقايل لها انه انت ابن تاجر كبير؟ وهي كمان كذبت علي وقالت لي انه اللي معها خاله. طيب شو ناوي تساوي هلا؟ ما بعرف. شو هلا هلا بدي ساوي؟ لك ليش نادت لي؟ صحيح بدنا نساوي يعني. We'll be right back.
الو مرحبا سموره، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله مبسوطه. تقبشي قلبي ما تصغري. ممكن تعملي لي نداء لاخي حكيم؟ ايه لك يسلم ما ذكرتي يا رب. شكرا يا عمري. رجاء السيد حكيم اسعد الاتصال مع قسم السلامه. شكرا السيد حكيم اسعد. لك تقبشي قلبي ما كذبت خبر وعملت لي له نداء. بس المهم انه ما انسى الكلمات اللي حفظتني اياهن زوبا. شو قالت لي؟ شيخ بخن شخن بطيخون ماشي اوكي جاسيا. اعزلكم عن بعضكم بس لحتى نفذ اللي ببالي. خبر اليوم بفلوس بكره حيبقى ببلاش. هلا شوف كيف الكابتن راح ينحرج منا نحن اثنين. يا رب يا رب ينحرج الكابتن وقدم استقالته واستلم انا عنه وصير الكابتن. يا رب قول يا رب يا رب. يا ترى وين بدهم يكونوا؟ معقول لهلا متفوسين نايمين؟ نومهم ثقيل، تكسرت ايدي وانا دق الباب دق الباب ما حدا فتح لي. أكيد بدهم يكونوا بشي مطرح. يا ترى وين؟ ها إجا الكابتن. هاي كابتن. لك شبكي؟ والله شلشتيني. حتى أنت يا كابتن. كابتن كابتن أمر. ما يأمر عليك ظالم. شبك هيك ماشي ونافش حالك ومش عارف حدا قدامك. شوفي الله يرضى عليكي، ما عندي وقت ضيعه، بس أفضل بحكي معك. إيش عليك؟ أنا ما بكون سعاد إذا ما خليتك تركض وتفطل وراي مثل التوتو. وما قلت لك منين عم تحكي؟ لا ما قلت لي، بس أكيد رح تتصل. تفضل انطروا هون، رح تتصل. شو بدأ يا ترى؟ في عنا نظرية بالأمن بتقول إنه المجرم كابتن دايما برجع لمكان تنفيذ الجريمة. كابتن لك أنت شو تعرفت؟ من 10 مسؤول الأمن 4 ساعات صار منه فيه كابتن. هلا شو بنساوي؟ أنا برأيي خليهم محبوسين بالمستودع لا توصل الباخرة لأقرب مينا، بعدين نسلمهم للسلطات. أنا رأيي نسلمهم المسروقات لأصحابها حتى ما تنتزع سمعة الباخرة وسمعتنا. كابتن تسمح لي سلم المسروقات لاصحابها؟ لا ما بسمح لك. شكرا كابتن. معناتها ما في غيري، اتصل فيهم واحد واحد وسلمهم المسروقات. ايه لازم تسلم المسروقات لاصحابها. وانتو ما راح اسلمكم للسلطات المختصه الا بعد ما انتقم منكم على اعمالكم. ناديا. مين هاي ناديا؟ لك هيدي وحدة لعوب بس بتعرف كيف تعيش. بيني وبينك هون الكابتن طابس لقرايط دنيا فيها. وغيره بتريدوا شي؟ لا باي. باي احلى حلوين عنا هون بالسفينة. باي بالإذن. باي باي. تضرب انت والكابتن فاكرين حالهم كازانوفا زمان. قال شو عم بيقول هيك حتى نصرف النصر عن الكابتن؟ بتعرفي الحس شغلي، ما حدا بحب حدا على هالباخرة. تصوري مساعد الكابتن بيقول عن الكابتن انه هو مجنون، بيقولوا عن مدير المطعم انه مريض نفسي،
بيقولوا عن مسؤول الامل انه تعزناه وزلينه. بدك ليه بيقولوا هيك؟ ما بعرف. لك يلا فخاري كسر بعده. المهم انا وياك ننسلك بالكابتن قبل ما نوصل على المينا. يلا يلا. مرحبا حبيبة قلبي. طمنيني، التقى أخي حكيم؟ ليكن نايمين. شكرا. خير؟ شو في؟ ما في شيء. مساكين تعبانين، خليهم نايمين. معلش بس الله يوفقك، بدي منك شغله. لا تقولي لهم اني انا اجيت وشفتهم. ليش؟ لانه مرت اخي بتزعل وزعلها بيأثر على اخي، وانت بهون عليك تشوفي اخوات مع بعضهم زعلانين. لا باي باي. ما فهمت علي شيء. الو. اهلين امجد. يا سيدي هو موجود بغرفته. عاف قوم لنشوف الراقب وشو عم يعمل. قوم شرف. رد تفضل. لحظة عن إذنك. ألو. أهلين 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 آنسي. لا لا لا، ماني طالع من غرفتي أبدا، هذا بيكون لي شرف عظيم. أوكي أوكي، لا تتأخري علي بتليفونك، عم أنتظر. مع السلامة. مين هي اللي عم تحكي معها؟ هي وحدة تعرفت عليها من كم يوم. وقال دايق خلقها وحابة انه تيجي لهون مشان نلعب سوا بالشطرنج. وقتها؟ لك اخي اتركوا هذا، ايما من بالك. المهم هلا انا عم بفكر انه تروح انت تدقدس علي. بلشوا. لا يا حبيبي، ما دخلني انا. خليه ينفزر، رايح على غرفتي وبدي نام كمان. اخ لو كان بيعرف انه اللي اتصلت فيه ناديه شو كان عمل. ناي